بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الخميس 28/12/2017 التأمت الفعاليات الثورية والوجهات العشائرية والاجتماعية وممثلين عن النقابات والمجالس المحلية في محافظة القنيطرة، وتقرر ما يلي: رفض الهيئة الناخبة التي صدرت عن الحكومة المؤقتة الممثلة بوزارة الإدارة المحلية رفضاً قاطعاً المتعلقة بتشكيل مجلس محافظة القنيطرة. 2. إعلان تشكيل مجلس محافظة وفق النظام الداخلي واللوائح المتعلقة به المنشور من قبل الحكومة المؤقتة. 3. تشكيل لجنة من 7 أشخاص لمتابعة هذا الموضوع والتواصل مع الحكومة المؤقتة والفعاليات الثورية والاجتماعية على أرض المحافظة. عاشت سوريا حرة أبية. اليوم الخميس 28/12/2017 اجتمعت الفعاليات الثورية والمجالس المحلية والوجهات العشائرية والاجتماعية والنقابات والاتحادات على أرض القنيطرة لرفض الهيئة الناخبة التي صدرت عن الحكومة المؤقتة تمثل وزارة الإدارة المحلية رفضا قاطعا، لأنها لا تمثل المجتمع والفعاليات والحراك الثوري في القنيطرة، وفصلت تفصيلا تاما على وفق أجندات أيديولوجية معينة ومصالح شخصية لأشخاص محددين. وتقرر في الاجتماع رفض هذه الهيئة وتشكيل لجنة لتشكيل مجلس محافظة خلال أسبوع بالتواصل مع رئيس الحكومة فقط، وقطع التواصل والتعاطي مع وزارة الإدارة المحلية بشكل تام، لأنهم هم من يتآمر على محافظة القنيطرة. والمطالبة بإقالة محمد المذيب وزير الداخلية وتقديمه للمحاكمة، عفوا وزير الإدارة المحلية وتقديمه للمحاكمة.